نصير ياسين معروف بناس ديلي، هو صانع محتوى عربي فلسطيني مسلم مولود باسرائيل، عنده اكثر من 65 مليون متابع على مختلف منصات السوشيال ميديا. ناس نزل ستوري الاسبوع الماضي كتب فيها من بعد كل اللي عم بيصير قرر يعتبر حاله اسرائيلي اولا وفلسطيني ثانيا. طبعا تعرض لهجوم كبير من العالم العربي، من بعدها نزل هالفيديو. He's Muslim, I'm Jewish, and we've worked together for more than 1000 days. Together, we built a company that hired Palestinians and Israelis. The world has turned upside down. It turned into Jew versus Muslim, Muslim versus Jew. Muslims siding with Palestine and Jews siding with Israel. And that's why we are here. To show you that Jews and Muslims are more similar than they are different. ناس صديقي، مين قال لك إنه الصراع الحالي صراع أديان؟ المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا في فلسطين مئات السنين بدون مشاكل عادي. المشكلة ببساطة وباختصار إنه في محتل اسمه إسرائيل، بغض النظر شدينهم سرقوا أرض مش أرضهم بقوة سلاح، وعم بقتلوا بهجروا أهلها من 75 سنة لهسة بوحشية وعدم إنسانية. فطبيعي الفلسطيني يقاوموا ويدافعوا عن حالهم عن أرضهم، صح؟ Don't let the recent events confuse you. What we are seeing is a proxy war, a political conflict. What we are seeing is extremism, and we cannot let it win. Not Palestinian extremism or Israeli one. التطرف من الجهتين جد مان. الرئيس الامريكي والاعلام الغربي حكوا انه في فيديوهات بتفرجي انه المقاومه قتلت 40 طفل. بعد الضغط الاعلام والحكومه الامريكيه اعترفوا بغلطهم وحكوا انه ما في دليل على هالكلام. خلال اسبوع واحد بس الاحتلال قتل اكثر من 2200 مدني في غزه، منهم اكثر من 700 طفل و400 سيده، وانصاب اكثر من 9000 مدني، منهم اكثر من 2500 طفل و1500 سيده. الاحتلال اباد اكثر من 50 عائله جوا بيوتهم. الاحتلال قصف مستشفيات وسيارات اسعاف. الاحتلال قطع الكهرباء والمي والاكل والادويه والوقود بشكل كامل عن سكان غزة. الاحتلال قصف غزة بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا. الاحتلال منع دخول أي مساعدات إنسانية وطبية من أي جهة. الاحتلال أمر أكثر من مليون من سكان شمال غزة بإخلاء بيوتهم والنزوح نحو جنوب غزة، وأثناء نزوحهم راح يقصفهم. طبعا لا تنسى أن غزة فيها أكثر من 2 مليون محاصرين بأكبر سجن مفتوح بالعالم لأكثر من 17 سنة. إذا هالحكي مش إرهاب، احكي لي شو هو الإرهاب. كلنا ضد أذية الأبرياء وبدنا هالكابوس يخلص، بس عشان يصير سلام حقيقي لازم نحل جذر المشكلة. السلام ممكن من بعد ما يرجع الحق لأصحابه. سلام.